إذن مرحبا بكم في التمرين رقم 4. وفي التمرين اش غنحتاجو؟ كيفاش نتأكدو ان النقطة كتنتمي للمستقيم ولا ما كتنتميلوش؟ المعادلة ديال المستقيم اما تكتب بهذا الشكل اي كراك زائد بي اكس زائد ولا عفوا اي اكس زائد بي كراك زائد سي كتساوي صفر، اما تكتب بهذا الشكل او لا تكتب بهذا الشكل هذا اي كراك تساوي اي اكس زائد بي، وهذه كتسمى المعادلة المختصرة. دونك هذه معادلة ديال المستقيم، وهذه كتسمى المعادلة المختصرة، هذه من بعد غتسمى معادلة ديكارتية، وهذه المعادلة المختصرة، يعني ملي كتكون تقلب على معادلة من الأحسن تقلب على هذه المعادلة هذه، حاليا في الجدول المشترك من الأحسن، لكن غنشوفو طريقة يعني من بعد الجدول السلمي، غتعرفو كيفاش تقلبو على هذه المعادلة ديريكتومون، هذه ديريكتومون، بلا ما تقلبو عليها، ياك، ألوغ هذه المهم كتسمى المعادلة المختصرة، وهذه كتسمى معادلة ديكارتية للمستقيم. مزيان، ألوغ نعتبرو هذا المستقيم سميتو دي. فوقاش كتكون واحد النقطة كتنتمي لدي، إلا كان عندي مثلا أ عندها إكس أ إيكغيك أ، إلا كان عندي هاد هاد إكس أ وإيكغيك أ كيحققو المعادلة، يعني واش يعني إيكغيك أ كتساوي أ إكس أ زائد بي، يعني إلا عوضت إكس أ هنا في إكس وحسبتها نلقى إيكغيك أ، في هاد الحالة كنقولو أن ولا تكافي أن أ كتنتمي لمستقيم دي، صحيح؟ الا ما كانش تساوي هنا دونك ما كتنتميش لدي بكل بساطه. مزيان، الا عندي واحد المستقيم دي معادله مختصره تاعو هي هي تساوي اكس زائد بي، وعندي واحد المستقيم دلتا معادله تاعو هي هي تساوي ان اكس زائد ان مثلا. الوغ دي يوازي دلتا كتعني ان عندهم نفس الميل، أ كتساوي أن، هذا كيتسمى الميل عفوا باش نفكركم، هذا كيتسمى الميل وهذا كيتسمى الأرتوب عند الأصل، هذا الميل وهذا الأرتوب عند الأصل، هذا كيحدد الميلان تاع المستقيم، وهذا كيحدد النقطة الأرتوب عند الأصل، يعني ملي يكون إكس يساوي صفر إيكغيك واش فوت منه واش فوت منه واش فوت منه، كيتسمى الأرتوب عند الأصل، صافي، والآخر كيحدد الميلان الميل تاع المستقيم. إذا إذا كان عندي عندهم نفس الميل نقول أنهم متوازيان. إذا كان جدا ميليهما أ في إم كيساوي ناقص واحد، كنقولو أن دي عمودي على متعامدي متعامدان متفقين؟ دونك هادو أفكار مهمة خصكم تكونو عارفينهم، كيفاش تأكدو أن نقطة تنتمي للمستقيم، وكيفاش تحدو معادلة مستقيم عمودي على مستقيم آخر، أو معادلة مستقيم يعني يوازي مستقيم آخر. إذا نحاولو نجاوبو على التمرين، نسترجعو داكشي اللي قريناه كامل. لحد الان مازال كنشوفو تمارين فقط للمراجعة فقط وليس يعني تمارين توليفية للبحث. اذا تحقق ان النقطة ا تنتمي الى دي، دونك لدينا دي شنو عندو؟ عندو ايكغيك ناقص زوج اكس، هاد المعادلة ماشي مختصرة متفقين، خصنا انا نقدر نرجعها مختصرة بسهولة، و الى عوضنا شوف غنعوضو اكس و ايكغيك بنفس القيمة، نعوضو اكس بزوج و ايكغيك بثلاثة، شنو عندها؟ ولدينا إلا عوضنا إكس بزوج و إيكغيك بثلاثة، يعني ثلاثة ناقص زوج في إكس هي زوج زائد واحد، خصني نلقى صفر، شنو كتساوي؟ ثلاثة ناقص أربعة زائد واحد، ثلاثة زائد واحد أربعة ناقص أربعة تساوي صفر، يعني لقيت هذه المتساوية كاينة، عوضت إكس بالقيمة تاعها و إيكغيك بالقيمة تاعها لقيت كتساوي صفر، إذن أ كتنتمي لدي. بالنسبة للشطر الثاني من السؤال، ولدينا بيش عندها ناقص واحد صفر، وإلا عوضنا إكس بناقص واحد و إيكغيك بصفر، وإلا عوضنا صفر إكس إيكغيك بصفر ناقص زوج إكس بناقص واحد ناقص واحد زائد واحد شنو تساوي؟ إلا لقيت صفر راه كتنتمي، ما لقيت صفر ما كتنتميش، ناقص صفر مشى ناقص زوج ناقص واحد هي زوج كتساوي واش ثلاثة كتساوي صفر تخالف صفر، إذا بي لا تنتمي إلى المستقيم دي.
دونك ارك تنتمي للمستقيم دي وبي لا تنتمي الى المستقيم دي. هنا من السؤال الاول. السؤال الثاني، حدد معادله المستقيم دي الموازي ل عفوا دي فتح الموازي ل دي والمربع بي. دونك نعتبر دي فتحه دونك نقلبوا المعادله تاعو، نقلبوا المعادله مختصره ايكغيك تساوي ا اكس زائد بي، هذه هي دي فتحه نعتبر انه عنده هاد قسمنا القاء والقاء بي. ولدينا دي شنو عنده؟ نلقى المعادله المختصره، يعني من هنا جبد معادله مختصره ايكغيك ناقص زوج اكس تساوي زائد واحد تساوي صفر. باش نلقى المعادله المختصره خصني نخلي ايكغيك من هنا كلشي نديهم ليه تولي زوج اكس هاد زائد واحد تولي ناقص واحد. دونك هادي هي المعادله المختصره تاع دي، يعني ايكغيك كتساوي جوج اكس ناقص واحد، هادي هي المعادله المختصره. يعني الا كان عندي معادله ماشي مختصره ارجعها معادله مختصره باش نقدر نعرف العلاقه بينه وبين دي فتحه. وبما ان شنو عندنا؟ عندنا قالك دي يوازي دي فتحه، دي يوازي دي فتحه اش كتعني هذه؟ يعني عندهم نفس الميل، يعني ا كتساوي زوج متفقين. اذا معادله دي فتحه تساوي، اذا نكتبوها دي فتحه تولي لنا معادله شنو تولي؟ ا هي زوج، زوج اكس زائد عفوا ايكغيك نسيتها ايكغيك تساوي جوج اكس زائد بي. دابا شحال باقي لي من مجهول؟ باقي غير بي ونلقى المعادله. و بما ان شنو قلنا؟ والمار من بي، يعني يمر من بي، يمر من بي، يعني بي كتنتمي لدي فتحه، هي المعنى ديال المار من بي. يعني بي تحقق هاته المتساويه، يعني ايكغيك بي كتساوي جوج اكس بي زائد بي. يعني نعوضو دابا ايكغيك بي شنو هي؟ ايكغيك بي هي صفر تساوي جوج في اكس بي شنو هي؟ اكس بي هي ناقص واحد زائد بي ياك. الوغ يعني هادي صفر تساوي زوج ناقص واحد هي ناقص زوج زائد بي، هاد ناقص زوج نرجعها لنا يعني ناقص زوج تولي زوج تساوي بي. إذا بي كتساوي زوج، وبالتالي المعادلة ديال دي فتحة بكل بساطة هي إيكغيك تساوي أ إكس شنو هي؟ أ نتاع لقينا هي زوج إكس زائد بي هي زوج، يعني جوج إكس زائد جوج صافي لقينا المعادلة مختصرة تاع دي فتحة. نجيو دابا عند المعادلة تاع دلتا، دلتا دونك نعتبرو أن دلتا المعادلة تاعو هي هادي ونقلبو عليها، نقلبو على أ و بي، هادي هي المعنى نقلبو على المعادلة. دونك لدينا معادلة تاع دي شنو هي؟ مختصرة إيكغيك تساوي جوج إكس ناقص واحد. وبما أن شنو؟ دلتا عمودي على دي، هي عندنا في المعطيات دلتا عمودي على دي، فإن شنو؟ جداء ما إليهما يساوي ناقص واحد، يعني هذا في هذا زوج أ أي أ تساوي ناقص واحد على زوج. إذا المعادلة شنو غتولي؟ دلتا شنو عندو؟ عندو إيكغيك تساوي ناقص واحد على جوج إكس زائد بي ياك. و شنو قالك؟ و المار العمودي على دي في أ، يعني في أ، يعني يمر من أ، أ تنتمي إلى دلتا، يعني اش كتعني إلى أ تنتمي إلى دلتا؟ يعني كتحقق المعادلة، يعني إيكغيك أ كتساوي ناقص واحد على جوج إكس أ زائد بي. ونعوضو إيكغيك أ شنو هي؟ إيكغيك أ هي زوج، ها هي ثلاثة عفوا، تساوي ناقص واحد على جوج، إكس أ شنو هي؟ إكس أ هي زوج، زائد بي، نحسبو نشوفو، يعني ثلاثة تساوي هاد زوج تمشي مع زوج تختزل تولي ناقص واحد زائد بي، يعني هاد ناقص واحد رجعو منها بي تساوي ثلاثة زائد واحد أربعة. إذا دلتا، باردون، دلتا شنو عندو؟ عندو إيكغيك تساوي ناقص واحد على جوج، إكس زائد بي هي أربعة. دونك هادي هي المعادلة نتاع دلتا. دونك انتهينا من التمرين رقم 4، نتلاقاو ان شاء الله في التمرين 5.